مرحبا. اليوم الأحد 24 كانون الأول، اليوم ليلة عيد الميلاد المجيد. منتمنى ينعاد عليكم خير وبركة، والطفل يسوع يخلق بقلب كل واحد منا. اليوم بهذه المناسبة تقارير منوعة عن النشاطات الميلادية اللي عم بتصير، وضيفتنا هي الإعلامية والشاعرة مي منصور، ومع عم نحكي أكثر عن مسيرتها بعالم الإعلام وعن أهمية ومعاني عيد الميلاد. حلقة جديدة من أخبار الصباح، نبدأها باتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية أستاذ وسام عبد الله معنا على الخط. مرحبا. صباح الخير. كيفك أستاذ وسام؟ ينعاد عليكم. ميرسي. ينعاد عليك وعلى الجميع بالصحة والعافية يا رب. ميرسي. إن شاء الله عيد مبارك. ميرسي. رح نعيد بالأبيض. أكيد طبعا. يلا هات لناخد شوية بس تفصل. للأسف ما حنلبس بدل كتير، بس يوم يوم ونص. مش مشكلة، يلا. ما بلشنا. تفائلوا بالخير. يلا ما بلشنا. أوكي. نعم. هلا نحن مثل ما عم نشوف يبدو انه تاثير المنخفض الجوي اللي كنا حكينا عنه من يومين بلش ياثر علينا. وعم نشوف هلا بعض الامطار بالمناطق الشماليه حسب متابعتنا للموضوع. واكيد هالامطار هلا بفتره الظهر حتروح لاشداد اكثر وغزاره اكثر. وحتكون مترافقه بعواصف رعديه وهواء تقريبا 75 كيلومتر بالساعه بالمناطق الشماليه بنوصل 90 كيلومتر بالساعه. وفي انخفاض بدرجة الحرارة. أكيد في انخفاض درجة الحرارة، كمان البحر بده يرتفع الموج لأربع أمتار. ثلوج بتبلش تساقطها على 1700 متر، مع تدنى الحرارة نوصل مساء اليوم ل 1300 متر مستوى الثلج. وكمان التنين في عنا بالفترة الصباحية انخفاض إضافة درجات الحرارة، كمان مستوى الثلج بيوصل لل 1200، كمان بيدنى أكثر شوي. أوكي. هلا ابتداء من التنين بعد الظهر طقسنا تدريجيا يعني بتحسن. وبيروح للطقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم، والتلاتة بكفي كمان بهالاطار غائم جزئيا الى قليل الغيوم، بس درجات الحراره رح تبقى منخفضه. صحيح، بس التلاتة بنبلش نشوف ارتفاع درجات الحراره. اوكي خلينا نشوف الحراره اليوم. نعم، بالنسبه لدرجات الحراره عنا هي على الساحل من 10 ل 19، وبجبال من 8 ل 14، بالبقاع من 6 ل 14. نهار واليوم في عنا مثل ما قلنا انخفاض درجتين، وبكره كمان انخفاض شي درجه تقريبا او درجتين. فيبدو انه فينا نقول بس يعني في عنا كميات امطار، عرفنا يعني كميات الامطار اللي حتنزل ان شاء الله متوقعينها تكون جيده لا باس فيها. ان شاء الله شوي تعدل عن الايام الماضيه. صحيح، نحن نقيسها بما يقارب ما بين 70 ل 85 ملم في المناطق اللبنانيه. فهلا اليوم ان شاء الله بنعتقد انه قد ايه المعدل العام اصلا؟ بالنسبه للمعدل العام يعني عندك حسب كل محطه، ببيروت 800 المعدل العام 286. لحد كثير بكير يعني لا ايه يعني هلا مثلا عندك انت يعني تقريبا صرنا بال 190 او 200 اصلا شيء 85 ملم. يلا منيح ان شاء الله خير. ان شاء الله نعتقد انه ما بين اليوم وبكره بيكون عدلت كميات لا باس فيها. على كل حال نحكيكم بكره بناخذ شوية. اهلا وسهلا استاذ واللي بتشرف. بعده كمان اهلا وسهلا. ينعاد عليكم مرة ثانية كمان، انتم بخير. الله معك. باي باي. جوال مرحبا، ينعاد عليك. صباح الخير إليك جوال، كمان بدي عيدك، بعيد كل اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول هالعيد على أمل أنه يحمل معه كل خير. مثل العادة جولة على الصحف القليلة الصادرة لليوم الأحد 24 كانون الأول. البداية مع الحياة صفقات خفية تعرقل ترحيل النصرة من الغوطة، التنفيذ مؤجل إلى ما بعد مؤتمر سوتشي. التحالف يتهم الحوثيين بنهب مساعدات طبية، هادي لنجل علي صالح، أنت منا وعفى الله عما مضى. 2017 عام القضايا الكبرى المؤجلة في سوريا. أيضا بالحياة، بيج بان تعود إلى الحياة لساعات، إذانا باحتفالات، تعبئة أمنية في دول أوروبية وأسيوية تواكب الأعياد. تجدد المناوشات بين الحشد الشعبي وداعش على الحدود العراقية السورية. المعارضة السودانية تستقبل أردوغان بطلب اعتذاره عن ممارسات العثمانيين. أحذية ذهبية لأقدام ذهبية والحصيلة ملايين. وختاما، الأمم المتحدة باشرت نقل آلاف اللاجئين من ليبيا إلى إيطاليا. من الحياة إلى الشرق الأوسط، موسكو تربط المشاركة في سوتشي بقبول الأسد.
أعلنت أنها ستشكل لجنة الدستور في المؤتمر وقدرت تكلفة الحرب ب 400 مليار دولار. وزير الدفاع الأفغاني للشرق الأوسط: مكتب طالبان في قطر غير مفيد. اتهامات بمسؤوليته عن اغتيال صالح: الأمن الوقائي جهاز الحوثي السري. تحذير روسي من حمام دم أوكراني وأيضا بالشرق الأوسط: اعتبره الجرثومة التي جلبت داعش، العبادي يتعهد بمحاربة الفساد الأمني. وبعنوان أخير لليوم بالشرق الأوسط: تحقيق في إرسال قتلة إلى الخارج، مزاعم عن مخطط تركي لاغتيال معارضين. مع هالعنوان منكون وصلنا لختام جولتنا السريعة على الصحف. بريك أول بحلقتنا ومن بعد مواعيد سقفية وفنية مع جوال. إذا المحبة قومت إليكم فاتبعوها، إذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، إذا المحبة خاطبتكم فتصدقوها. المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار حنطة، على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم، تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء، ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا خبزا مقدسا يقرب على. من السيدة فيروز وكلمات جبران خليل جبران عم نسمع المحبة ببداية فقرتنا الثقافية، والبداية رح بتكون بخبر عن جبران. مركز التراث اللبناني بالجامعة اللبنانية الأمريكية بيدعي للمشاركة بندوة بتحمل عنوان جبران القرن 21 رسالة لبنان إلى العالم، وذلك بالذكرى المئوية لصدور كتابه الإنجليزي الأول المجنون بنيويورك. هالندوة رح تستمر على مدى 3 أيام، الخميس والجمعة 4 و5 كانون الثاني، ابتداء من الساعة 10 صباحا بمبنى كلية عدنان القصار بالLAU، والسبت 6 كانون الثاني رح يتضمن زيارتين، الأولى لمتحف الريحانة بالفريكي والثانية لمتحف جبران ببشري. وأيضا نسمع من فيروز كلمات جبران خليل جبران. ثوب السكون تختبي الأحلام، سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام، سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام، حقل نزور كرمة العشاق فتعالي. هلا البارت الحلو رح طيب نسمعه يلا. ابنة الحقل نزور كرمة العشاق، علنا 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 نطفي بذيل
نتابع بجولتنا الثقافية وبرعاية مؤسسة ألفابيتا رح يتم إطلاق كتاب بيحمل عنوان شو اسمك للإعلامي روبير فرنجية، وذلك ضمن لقاء فني جامع رح يتخللوا كلمات لكل من جان أسيس، ليس حداد، نزار فرانسيس، أنطونيو يمين مع حفظ الألقاب، وأكيد كلمة لا روبير مع مشاركة الفنانة حنين، وذلك نهار السبت 6 كانون الثاني الساعة 5 بعد الظهر بالجامعة الأنطونية بمجدلية بصغرتا، ومنسمع من حنين. كثير سعيدة بوجودي بيناتكم. هواك يا حبيبي على بالي، هواك يا حبيبي على بالي، هواك يا حبيبي يا الكتاب اسمه شو اسمك، وبيحكي طبعا مثل ما بدل اسمه عن معاني الاسماء. رح منتابع ومن بعد جولة أوروبية طويلة بتختتم فرقة هوكيلد بروسلي جولتها للعام 2017 بلبنان بذا جراند فاكتوري بالكارانتينا، بأمسي رح يجمعوا خلالها بين القديم والجديد ب 26 كانون الثاني كانون الأول عفوا 9 المساء، إذا بالجراند فاكتوري. نرجع للأجواء الميلادية وأسواق بيروت مثل كل سنة إلى حصة كتير كبيرة ضمن النشاطات الخاصة بعيد الميلاد ضمن برنامج منوع. أسواق بيروت فتحت أبوابها من بداية الأسبوع الماضي لكل أفراد العائلة كبار وصغار، وبتتضمن محطات كتيرة ومن ضمنهم جولة على خان الجوخ، كوكب الاكتشاف، ورش عمل للأطفال وغيرهم. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. منتابع جولتنا من عيد الميلاد، منروح إلى أجواء رأس السنة. رأس السنة رح بيكون بالبي او 18 مع البوب ستار أو إلكترو بوب ستار الروسي ماكسيم دارك، يلي رح ينهي جولته يلي بدأها بأوروبا بلبنان بمشاركة صوفي سابونا لأحد 31 كانون الأول ساعة 9 المساء. نتابع جولتنا ضمن مهرجان وايت نايتس يلي بيستضيف مهرجان حمانة إضاءة على واحد من أهم تقاليد الفن اللبناني يلي هو الزجل، مع الباحث غسان سحاب بمشاركة عزف موسيقي نهار الأربعاء 27 شهر الساعة 7 المساء ببيت الفنان بحمانة، ومن أهم مش أهم بس إنه بلا أهم الزجالين بلبنان طالع حمدان، ومنسمع. من يوم ما لبستي الورد مريول الله، وانتي بهالشغور بتدوبي وشغورك اللي خاط بك عطول، جاي بعرسه تصوروا الشاشة ونحنا نغني لك يا مخطوبي. وانتي وانا الشغور كنا نزور الله، والدوب اللولو على الم
منطور الله ومدري انا شو تعملي فيي ومن حلوتي دابوا اللي كانوا صخور الله الله كنتي الي بهالليل غني واسهر تغنيكي انا العصفور تقشع الشمس الموردية قايمة تخبز على التنور كنت إلي بهالليل غنية وكنت واسهر تغنيكي انا العصفور تقشع الشمس الموردي. السيدة ماجدة الرومي اللي قدمت عدة محطات ميلادية اخرهم كان بكنيسة مارلياس بأنطلياس ب 22 شهر رح بتكون متواجدة خارج لبنان بالرياض تحديدا ب 28 شهر بأمسية فنية. نختم جولتنا الثقافية مع ماجدة الرومي. منختم جولتنا الفنية لنبقى بالأجواء الغنائية وبمناسبة عيد الميلاد محطتنا اليوم رح بتكون مع ترنيمة كنا نزين شجرة صغيرة للسيدة فيروز. الترنيمة من كلمات الشاعر جوزيف حرب وألحان تراث بريطاني. هالترنيمة هي ضمن ألبوم ميلاديات يلي بتضمن ترانيم مثل عيد الليل روح زورهم ببيتهم ليلة عيد وغيرهم. ومنشير إلى أنه الشاعر الراحل جوزيف حرب قدم لسيدة فيروز عدد كبير من الأغنيات منهم أسامينا زعلي طول حبيتك تنسيت النوم ورق الأصفر خليك بالبيت وغيرهم. وهلأ كنا نزين شجرة صغيرة. أبيض بكياس يا جراس وعن ناس القداس يا جراس يا جراس الليل عيد وعن ناس كان عليها مسابح زرقاء وشمعة صغيرة ولمبة حمرا وصفرة تضوي وتطفي بتشبه ضوء الطرقة بين غصون أشرايب شط دورة فت نور وبلدة يا جراس وعن ناس القداس قلبه في مكتوب كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير اتصال مع زميلتنا وردة لنعرف أكثر اليوم شو بتتضمن المجالس بالأمانات ابتداء من 8:30 عبر إذاعة الشرق. ست وردة صباح الخير ينعاد عليك. وأنا بدي أتمنى كل عيد أخبار الصباح منور على الدنيا كلها. تسلمي وتحيتي لكم كلكم سوا يا أخبار الصباح. نحن من بوسك ومن عايدك إن شاء الله حبيب. أما عن عناوين المجالس بالأمانات فأولا عينك على المدخنة
بعد الهدايا عنوان اخر صيدلية الرجاء مجاني الدواء، وبين العناوين من يستكثر الفرح على اللبناني بين عيد والثاني، في الخاص استعادة الثقة هل حاجز الشك تجتاز، اما عنوان اللقاء اليوم هل النجاح قصة، الجواب بمداخلة للسيدة منى الهراوي والدكتورة نايلة مير عبيد ضيفة المجالس بالأمانات. فإلى اللقاء مثل ما قلت جوال 8:30 إذاعة الشرق. نحن بنرجع من عايدك ست وردة، وأكيد بنرجع من عايدك بسنة حلوة الأسبوع اللي جاي إذا الله راد. الله راد، شكرا. الله معك وموفقة. الله معك. أحوال طرقات مع جوال. اتصال مع المشغل الياس الحصان من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح النور. ينعاد عليك. وعليكم الله يخليكم. مرسي. يعني اليوم يمكن شوي الإرسال ضعيف، مش رح نقدر نكون بالصورة، بس أعطينا شوي فكرة بالصوت كيف الطرقات. أكيد الوضع يمكن شوي رايق نهار أحد، بس في تدابير خاصة بالعيد. مزبوط مزبوط. تفضل. نبلش من مدخل الشمالي نهر الكلب باتجاه دبي أنت الياس زالأنهر الموت فورم، عم تكون حركة السير جدا طبيعية. نفس الشيء على بولفار سن الفيل من الألماز باتجاه الصالومي وصولا إلى جسر الوات، أيضا حركة السير عم تكون عنا خفيفة. نعم. أما المدخل الجنوب اللي هو سبورت سيتي باتجاه الكولا لنفق سليم سليم، حركة السير أيضا خفيفة. نفس الشيء كمان عم يكون عنا على مدخل الشرق اللي هو الصيد باتجاه أوتوستراد الرئيس إميل لحود، وكمان عم يكون عنا على العدلية بربير حكمة أشرفية برج الغزال برج المور، أيضا حركة السير عم تكون جدا خفيفة. هذا بالنسبة لحالة الطرقات لليوم. لابد من الإشارة أنه تسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث ناتج عنهم قتلين و15 جريح للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة زائد الرادار تسجل عنا 959 مخالفة بال24 ساعة الماضية. وفي عنا بلاغ صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، حكينا عنه امبارح ما جمع عيده اليوم، هو تسهيلا لحركة المرور وتفاديا لزحمة السير خلال عطلة عيد الميلاد المجيد. سيتم اتخاذ تدابير سير استثنائية على الطريق البحرية بتاريخ 25/12/2017 وفقا للتالي. تكون وجهة السير على الطريق البحرية باتجاه جونيا من الساعة 7 لغاية الساعة 11 صباحا. يتم إعادة وجهة السير نحو بيروت اعتبارا من الساعة 11. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنع الازدحام. أوكي، نحن على كل حال بكرة بنرجع بنذكر بهالتدابير، وأكيد بتدابير أخرى رح يتم اتخاذها. بنعيدكم مرة جديدة، أهلا وسهلا. ميرسي، وأنتم كمان ينعاد عليكم. بريك جديد بحلقتنا وبنرجع. صباح الخير. التميز اللبناني وحب الابتكار والخروج عن المألوف دفع بالمناطق اللبنانية للتفنن بزينة الميلاد، ومش بس هيك، طبعا كل لبناني بحب هيك يحط لمسة خاصة فيه. أبناء بلدة الدمور قاموا بوضع شجرة ميلادية غريبة عن جد ما حدا سبقهم عليها، هي عبارة عن شجرة عملاقة معمولة بأقراط من الموز. من وين اجت الفكرة وكيف عم تكون ردود الفعل عليها؟ منتابع بهالتقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. بساحة الدمور بيتفاجأ المارة بشجرة ميلاد غير تقليدية، مكوناتها أقراط خضراء من الموز وزهور العيد الحمراء. وعلى عكس الأشجار العملاقة والمكلفة اللي عم تنتشر بالمناطق، أتت شجرة الدمور من سجمة مع محيطها ومعبرة عن طابع المنطقة الزراعي. وعدا عن جماليتها وتميزها الكبير، بتوصل هالشجرة رسالة بيئية وحضارية، وبتراجع على العيد وشجرته معناه الكبير بالحياة والفرح بعيدا عن مظاهر البذخ والتكلف. هذه مع البيئة، واحد مع البيئة، اثنين ما قصينا اي شجره من هذا الموزيت، كمان ما منكبون،
وقت يخلص العيد نحن بعد عيد الاغطاس بنوزعهم. ايه نحن ما تكلفنا كثير، ويمكن عملنا اضاءه واضاءه حلوه ولا نعمل بهجه العيد. مش هدفنا نتبارى مع حدا، هيدا فكرة عم نجسدها يعني كل سنة مطورها عن سنة. سنة الماضية كان نصها، السنة عملنا بعلو أكبر. الشجرة بترمز للحياة، طالما متمسكين برمز الشجرة يعني متمسكين بالحياة. الزينة كانت مميزة، وفي الحركات والموجودين عندنا الجمعيات كلهم اشتركوا وكلهم عاملين شيء للميلاد. عم بيحطوا البلديات وعم بيتكلفوا وعم البيت، بس نحن ثمرة من أرض الضمور لأولاد الضمور. بتعطي جو العيد وتحسسنا بأجواء العيد. بيجوا بيتفرجوا، شوف بالليل شو حلوة. شجرة الموز الميلادية والزينة اللي عملت عليها البلدية مع الجمعيات الأهلية بدأت تجذب السواح والمتفرجين، وبالإضافة للمعنى الديني وما ترمز له من أمل وحب للحياة، فإن زينة الميلاد وما يرافقها من احتفالات أصبحت محرك أساسي للأسواق بينتظروا المؤسسات التجارية من سنة للتاني. هلا في ناس عم تجي بالنهار، اختار بيجوا من بيروت، من طبرجة، يعني أنا في حتى الدوامر اللي قاعدين برا وفي منهم ما بيعرفوا كتير الدم مور عمال بيجوا لما نلاقوا هالزينة الحلوة. كتير مهمة للمنطقة، بتجيب أجر غريبة على المنطقة، بيجوا على المحلات بيتسوقوا، كتير مفيدة للاقتصاد بالمنطقة عنا. وبهالطريقة حيقدروا يستفيدوا المحلات الموجودة من الحركة اللي بدها تصير بترم العيد. الموضوع انه نحن بحاجة لناس تجي تقعد بالضمور، ولاد الضمور يجي يقعدوا فيها، المرشحين اللي بده ينزلوا على الانتخابات يتفضلوا يجي يقعدوا بالضمور، كون انه نحن بحاجة لألون وهني بحاجة لألنا نحن. بطول 8 امتار واكثر من 1200 كيلوغرام من الموز دخلت الشجره موسوعه جينيس للارقام القياسيه. وبالرغم من رفض البعض للتجديد والابتكار بالزينه الميلاديه، فانه لدوامره ارادوا من خلالها توصيل رساله متواضعه وايجابيه. حلوة الفكرة. طب رح نتابع مع نفس الأجواء الاحتفالية بعيد الميلاد كتيرة مثل ما عم نشوف، والنشاطات أيضا كتيرة. فبدعوة من إدارة مدرسة الفرار الجميزة أحيت أوركسترا قوى الأمن بالاشتراك مع جوقة المدرسة أمسية ميلادية بكنيسة المدرسة، كمان حضر حشد كبير من أهالي الطلاب والإدارة وكل التفاصيل. عشوها كنت رح أقولها كل التفاصيل بهالتقرير من المدرسة. بأمسية ميلادية بريئة وعدوا الحضور واعتلوا المسرح برفقة الأوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي، ليعبروا تلميذ مدرسة الفرار الجميزي عن فرحهم بالعيد. استقبلوا الميلاد على طريقتهم الخاصة بالضحكة والغنية والترتيلة اللي بتبشر بقدوم الميلاد. سمحنا فيهم للأولاد يشاركوا لحتى يعبروا عن فرحهم بالميلاد ويشاركوا العالم والأهل وأصحابهم. لح نكون عم نرتل عدة أغاني عدة ترتيل، لح يكون كتير فرح على وجوهنا مثل لح تشوفوا، وهدفنا نبسطكم. ومنشكر الكولونيل زياد لأنه قبلوا يجوا على مدرسة ساكريكور ويحيوا هيدا الريسيتال الأمسية الميلادية. ونحن كمان بمدرسة اللاسالية منهتم بالطلاب كمان على التربية أكيد الدرس، وكمان منهتم أنه ينموا غير مواهب عندهم. الشرطة المجتمعية والتقارب مع المواطنين، دور موسيقى قوى الأمن الداخلي هيدا هو اليوم بعيد الميلاد
ولانه نحن ولانه عيد الميلاد هو رمز للفرح وللامل ولكل شيء حلو. يمكن التعاون مع هالمدرسة مع الأولاد الصغار هو شغلة أساسية. صراحة قلبي عم يدق مية، ما بعرف شو ناطرني هونيك. أكتر بعيشوا هيدا الزمن من خلال الأغاني التقليدية اللي بتقطع. الكورال حب بهيدا الزمن يكون عم بيعمل كونسير مع أوركستر كوى الأمن الداخلي. جو حيطلع كتير حلو، كلنا إيد واحدة وحضرنا كل شيء سوا. شو بدك أحسن من هيك مشهد إنه الأولاد هن اللي عم بيفرحوا لنا قلبنا، بعيد كتير عن الأمبيونس اللي برا السياسة. أكثر من ساعة من الوقت استمتع أهالي تلميذ والهيئة الإدارية بموسيقى قوى الأمن الداخلي وأصوات الجوقة اللي وصلت المعنى الحقيقي للميلاد. نحتفل ونخلي كل العالم تنبسط وتتضحك ونرسم الفرحة على وجوههم. مبسوطين إيبانوي أكثر أكيد لأنه عم بيطلعوا شو في جواتهم. عن جد بيعبروا من دون أي ليميت ومن دون أي ما في شيء بيفكروا فيه غير هيك إنه بريئين وبيطلعوا طبيعية منهم يعني. رائع مثل كل مرة. تعقد. الأولاد عن جد مبسوطين وبيعرفوا فرحة الميلاد وبيعرفوا شو عم يعملوا على الميلاد. وبيعرفوا قيمة الميلاد ومعنى الميلاد. قلنا ناطرين هيدا النهار تقريبا أكثر من شهر لأنه كل الأولاد مشاركين فيه. كتير حلوة لأنه بتحسي عن جد معنى العيد مع الأغاني اللي رح يقولون. أجواء الميلاد كتير حلوة، أنا كتير مبسوطة لأنه مع رفقاتي والكل، وبتمنى ميلاد سعيد للكل. بزمن الميلاد كل شيء مختلف، أجواء العيد بتطغى على كل الأصوات التانية، الاحتفالات والترانيم والنشاطات الميلادية بتهدف لزرع البسمة بقلوب كل الناس. بهالأجواء منبقى مع معرض ميلادي نظمته الجمعية اللبنانية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور السيدة رندا بري. هالمعرض شكل فرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأظهار مواهبهم من خلال الرسم والألوان وتقرير. بيربط البيت ببوالين وبيطير فيهم على يبرم العالم، وهو وعد انه مرته انه على تله يحط البيت عليها، فبيعمل هذا الشيء انه واحد انه يكون طموح ما يستسلم حتى لو شو كان عنده مشاكل. هي مش مجرد رسمة ولا مجرد مشاركة بمعرض ميلادي، هي مشروع دمج حقيقي. حسين ورفقاته من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين لمدرسة لوا للامتياز عبروا عن إبداعات وقدرات أدهشت الحاضرين اللي شاركوا الأطفال الموهوبين الرسم والتلوين والتعبير برسومات حية وقصصهم الحقيقية. حتى انه للناس تفضلوا تدربوا كيف بدكم تدمجوهم بالحياة بالمجتمع. نحن كجمعية وكمؤسسة نعمل شغلنا من هيئهم
منمكنهم من كل قدراتهم، منعليلهم إمكاناتهم، منسلحهم بكل المقومات تربوية ونفسية ورياضية وتعليمية. يعني منحبه يكون مثل ما قلتي مشروع دمج، يعني يجوا أطفالنا أطفال ضيوفنا كمان يشوفوا إنه ما بيختلف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة عن أي شخص تاني، وخاصة الأطفال عندهم إبداعاتهم عندهم قدراتهم مثل ما عم نشوف. كتير مبسوطة وكتير حلو الرسم وكتير بحب الرسم. في كتير لوحات حلوة والولاد كتير بيعرفوا يرسموا وأنا عم ساعدهم وهن كتير لطف. أنا حالي أرسم. انه عندهم رسومات كتير حلوة تتحط بأوض النوم للولاد الصغار كتير مهضومين. اتضمن النشاط اللي نظمته الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين للسنة الثالثة على التوالي عرض 200 لوحة فنية من نتاج الأطفال بيعود ريعهم للجمعية ليكون الدعم مادي ومعنوي بيحفزهم على تحقيق أحلامهم وتنمية قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية. منفرش صورنا للعالم ويشوفوا قديش نحن مشاطرين بالرسم وإن شاء الله بيعجبهم شيء. أنا اشتريت يلا. عجبتني هيدو جوي بتعبر عن فرح داخلي والله عند الولد. يعني أنا عم جيب لوحة لا حفيدة تعلمه العطاء والمساعدة تجيب له سعادة بحياته. جبت هيدا اللوحة فبعلقها بأوضتي. أنا نقيت هيدا اللوحة لأنه نقيتها وبدي سعادة. أهلا ببابا نوال يا واصل نوال جاي السكن جد الولاد. أهلا ببابا نوال يلي واصل عنوان جاي يسهر بكل بيوت الولاد. واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. لبنان هالأرض اللي بيسموها بالتاريخ القديم أرض الله أو أرض إيل، اللي كان عطر جبالها يوصل لعمق البحر، وكانوا المسافرين للبنان بالبواخر يعرفوا أنهم قربوا من الشواطئ اللبنانية من ريحة العطر اللي شموها جاي مع النسيم حامل طيوب لبنان، من هيك سموه جبل الطيوب. بهالوطن الصغير بالمساحة الكبير بالقداسي بضيعة جبلية متكية على حفة الوادي، أرضها مفروشة بالعشب الأخضر وأشجارها الواقفة على سفوح الوديان تتحاور مع الزمان، وإذا بتترك النظر يسافر بحرية لبعيد بتشوف السهول والجلال المتموجة بالمزروعات وكروم العنب، وبتحس هالضيعة بالربيع بتصير ضحكة فرح. هيدي كونك يلي عم نشوفه دوكيومنتري خاص بالأخ إصطفان وعن الأخ إصطفان وشربل وعيد الميلاد والكتب والسديات. رح نحكي مع الكاتبة والإعلامية مي منصور. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك وعليكم يا رب. وكتير ضروري كان بهيدي الحلقة نستقبل مي منصور لأنه عن جد رح نحكي عن قصص كتير بتخص هالمناسبة الحلوة. وأنا بشكركم وينعاد عليكم وعلى كل المشاهدين، لأنه عيد الميلاد هو عيد الخلاص إذا فينا نقول، وعيد المصالحة والجمعة. ليش عيد الخلاص؟ ليش عيد الخلاص؟ لأنه يسوع هو كلمة الله، منقول كلمة الله المتجسد. هالكلمة هي وعد، هالوعد وعد الرب لآدم وحواء لما وقعوا بخطية العصيان وطردهم من الفردوس، قال لهم رح أبعث لكم المخلص. هيدا الوعد، هي كلمة الله.
بقى عيد الميلاد هو مجيء المخلص، هو مجيء المخلص بملء الزمن، تم وعد الرب للإنسان. طيب نحن عم نتحضر كل واحد على طريقته لعيد الميلاد. أول شيء خلينا نبلش معك، كيف اليوم الأجواء؟ كيف عم تتحضري لليلة العيد؟ ليكي. غير العشاء. لا لا لا، أنا العشاء هودي خليهم لبرا، أنا مش لألي العشاء. العشاء والغدا منه لألي. أنا إنساني بقعد قدام ضميري، لأنه قدي بعد فيه لآخر السنة، أنا خلقاني ليلة عيد رأس السنة. بقعد بعمل نوع من تأمل، أنه يا رب بفتح جردة حساب إذا بديك، شو عملت بهالسنة منيح؟ بارك الخير. شو عملت عاطل؟ بطلب الغفران. وبكرة ما بعرف إذا فينا نكون فريند على الفيسبوك، بيوصلكم سامحوني شو عملت معكم عاطل بهالسنة. آخر يوم يعني ب 31 أنت بترجع بتعرف شو يلي عملتي عاطل؟ أكيد بدي أسأل، كيف تذكري؟ أكيد ما في عندك ضمير. اللي ما عنده ضمير ما بيقدر يتذكر ويعرف انه ما انه عامل شيء غلط، وكلنا بنغلط. بس بدك نوقف هالوقفه الضمير اصلا لنتذكر او نحن بيهربوا الناس على الطبل والزمر والرقص والعشاء تينسوا ضميرهم، لانه صوت الضمير هو صوت الاب. الضمير مسكن الاب، نحن بنقول ثلاث اقانيم عندنا، الاب والابن والروح القدس. الضمير مسكن الاب، مسكن وصاياه. من هون وقت اللي بيكون انت عارفي انه مسكن الاب هو بضميرك، هالضمير بده يرد عليك، بده يقول لك عملتي هيك وعملتي هيك، بده يذكرك بالوصايا، بتشوفي شو عامله مثلهم او شو عامله عكسهم. القلب هو ليسوع، بالقلب في الحب، وحب البشر مر. من هون بسلم قلبي ليسوع، بقول له يخلي يتلاطم مع موجات قلبك، يشفى اذا في جروح وما يحب غيرك. والعقل ملك الروح القدس، قل له امتلك عقلي وكون انت فجر هالعقل وبارك ذكائي. ما حدا بيطلب بركة ذكائه، ربنا عطينا كمية من الذكاء ما حدا بيعرفها. هالذكاء هو الروح القدس اللي سهران عليه، او بتسلمي هالذكاء للروح القدس او بيروح بيشط ما بتعرفي لوين راح. طب قديه مزبوط بتعيش هيدا الحكي؟ اذا فين ما بدي اقول شاعره، بس قديه بيقدر يكون قريب لحياتنا نحن اليوميه؟ ليكي اذا تدربتي، هلا بنشوف الواحد اللي عم بيعمل سكي، بيعمل سكي بنقول يا شو هين، تعمل سكي بتفكي رقبتك 100 مره. بدك تتدربي. انا ما كنت هيك، انا ما كنت هيك، بس لما بتعطي الرب 1 سنتيمتر بيعطيكي 1 متر. اي متى صرت هيك؟ ليكي بذكر من شي 30 سنه تقريبا. لا قصدي يعني في شيء صار شي حادثه؟ هلا ايه صار في حادثه. مره كنت رايحه على مطرح عندي شغل، وبتطلع مظاهره مخيفه قدامي، يعني فيها رصاص وفيها هيدا، وانا ما كنت صلي المسبحه ببساطه، كنت اقول لهم شو بدي ضل عد السلام عليك السلام عليك شو هيدا، حتى مسبحة بسيارتي بس ما كنت صليها. ساعتها مسكت المسبحة حسيت إيدين مريم حميتني. من وقتها ما بنام قبل ما خلص ورديتي، شو ما كان عندي بصليها بالسيارة. إذا ما عندي وقت بالبيت أنا وسيئة، وقت بتصلي مسبحتك بالسيارة وفي عجقة سير بتصيري ترحمي يلي عم بفوتوا شمال ويمين، قولي يا رب ارحمهم. حلو في بعض البلديات كمان عم بحطوا إنه على الطريق فيها ترافقك المسبحة، عم بشوفها يعني. أنا هي من 30 سنة وبالتالي لوميار وقت كنت أعطي البث المباشر. بتعرفي كثير مضبوط يلي قلتيه، وقت بتكوني عم بتصلي أنت وسيئة بتصيري تقولي كيف بدي شارع هالمرة يلي قطعت قدامي وأنا عم بحكي مع الرب، عم بحكي مع العذراء مع شو نفع صلاة إذا عم بدي شرعها؟ بس ترجع بتشارعية. لا جد لا. ليكي إذا أنا عم بصلي. لا ليكي إذا طلعتي عن طورك، إيه أنا مرات بعملها، إنه وقت بتوقفي لوقت أنت بسلام. ليش بتنفري؟ لأن بتكوني عم بتصلي أنت بسلام، عاطية قلبك لهالإله، عارفي مع مين عم تحكي. شوي بفوت عليكي أول واحد تسكتي، والتاني واحد بتسكتك المسبحة، تاني مرة بتسكتك، بس برابع مرة لما بقعد فيكي تسكتي. طيب ما هي بدنا نضوي على محطة كتير مهمة، أكيد مش أهم ولاد من ولادة يسوع، بس يمكن تاني محطة مهمة
بتاريخ المسيحية هي أنه لما ولد يسوع على الأرض ولد قديس بالسماء هو مار شربل. نعم. يلي مات بليلة عيد الميلاد بآخر يوم من التسعوية، وكنا عم نحكي تحت الهواء أنه ضل ينازع تسعة أيام تخلص التسعوية ليلة عيد الميلاد وأسلم روحه. نعم. بقى عم بتحضر شيء لمار شربل كتير حلو نحكي عنه. الشربليات، في عندي برنامج الشربليات، هالبرنامج 100 حلقة يعني حاطين نعمل فيه 100 حلقة وتقريبا الساعة 3 ربع الساعة لحتى الناس ما تتجر. منحكي عن مر شربل. رح تتجر من شربل؟ لا بعرف. تعرفي اسم شربل شو بيعني؟ ايه حكاية الله. مزبوط. مر شربل معناتها حكاية الله. مش قليلة انه شربل عم بيحكي حكاية الله بالأرض. قصة الله. صح. الاعجوبة لما بتصير هي عم بيحكي حكاية الله، عم بيحكي مجد الله. كان في حدا اسمه شربل القديس قبل شربل الرهاوي، هيدا الكفار صغاب عنده مزار، بس هو منه لبناني، عملن له مزار. وكان مر شربل لما ينزل على الخالديه لعند بيت جده أهل امه كان يطلع لعند اخواله لانه عندهم ارض بكفار صغاب، وفي مزار لمر شربل الرهاوي وعلى اسمه اختار اسمه مر شربل الرهاوي هو واخته شهداء. وتأثر كتير شربل واختار اسم من شربل بعد شربل الرهاوي. أوكي. كنا عم نحكي 100 حلقة أيضا. نعم. هالحلقات رح ينزل، واللي بلشنا صرت مسجلة شي 5 حلقات من حياة شربل، منخبر عن حياة شربل. من بكل حلقة في ترتيلة شربلية وفي أعجوبة عملها القديس شربل، بجيب اللي عمل معه الأعجوبة وانفعاله هو وعائلته قدام الكاميرا. ما بيقديك 100 حلقة. حلقة نحن معنا إذن ب 100 حلقة، يمكن تمد ما بعرف. عم تستعينوا بدير مرمرون؟ أكيد أكيد. أنا حكيت مع أبونا لويس مطر وقال لي عطاني اللينك تبع السلايد تبعوله، قال لي فوتي والبدك إياه مع أرقام التليفونات مع كل شيء. أوكي. نحن منعرف في هيك كم أعجوبة الكل بيعرفها مع نعم. شربل اللي عملها، بس في كمان كتير أعجيب ما منعرفهم. شو صادفته؟ ليكي كنت عم صور بالخالدية مطرح ما خلق مر شربل هالأودة اللي خلق فيها، عملوها كنيسة صارت مزار، وبيخبروني أهل الخالدية هونيكي لما دشنت صار تمثال مر شربل اللي حاطينه على المدخل يرشح زيت مع الصور جوا، كله عم يرشح زيت بليلة الافتتاح. هلا نحن عم نصور مارق شخص جاي من الحقل ايدي هيك، وانا بحبهم هودي الشغيل يعني بتحسيهم مع الارض اصحاب. قال ما شو عم تعملوا هون؟ قلت له عم نصور عن مر شربل. قال لي بتعرفي هاي الكنيسه انا رممتها؟ قلت له ليه رممتها؟ قال لي لانه شفاه لي مرتي من السرطان، مرته كانت رايحه كوما. خبر قلت له بتشهد قدام الكاميرا؟ قال لي ايه. قلت له يلا حطينا له الميكرو هيك مثل ما هو، يعني عرفتي هيدي البساطة الشربلية إذا بدك، ما في افتعالات مثل ما بتجي الحلقة بتجي. وهيدي الطريقة جديدة من برامجي، يعني بدل ما تكوني قاعدة لابسي جرافات لا لا لا، هيدي مع الناس إذا فينا نقول. قال لي وعيت مرتي وأنا قاعد عم صلي له لمر شربل، إنه بسموه هونيك هذا بقلو يا ابن عمي وهذا بقلو يا ابن خالتي، يعني هيك بعيتوا له. قال لي لابن عمي يعني ايه شو حلو. وعيت مرته قالت له الخوري اللي كان قاعد هون وينه؟ قال لها يا مره بك شيء بعقلك؟ قالت له لك الخوري، خوري في خوري هون راهب كان قاعد هون. قال يا حسره المره راحت. شوي صرت تصرخ بدي اكل، ممنوعه تاكل يعني رايحه كوما. رجعت اكلت ونامت، رجعت وعيت له وين هو الراهب؟ لما اخذوها الحكمه فحصوها بلا ما طول الخبريه، عرفوا انها شفيت. هلا هو معطر فقير انه فلاح شو بده يعمل. قال لي فتحت ايدي على هالطريق بدي رمم كنيسه مر شربل، هذا اللي حط لي دولار، اللي حط لي 10. قال لي باخر النهار كان معي 450 دولار رممت فيهم الكنيسه. صحيح. يعني عرفتي كيف بتحسي قلبك رح يطلع من مطرح وقت بتسمعي هيك، وعجيب وعجيب. يعني بس تطرح الصوت انا بقول اول حلقه بدها تنزل كل واحد عنده عجيبه رح يدق له ويطلع يسجلها بعناية ان الله راد. ايه مش كل العجائب مسجله. لا اكيد في عجائب كثير منها مسجله، وانا مش مسجله ما بسترجي.
أنا مع الكنيسة وتحت الكنيسة تحت سقف الكنيسة. كانت كنيستي غلطاني ربي بحسبها، بس أنا ما بدي أعصى كنيستي، عرفتي مني كيف؟ بس هذا ما بيعني أنه العجائب المش مسجلة مش عجائب. لا كمان. عجائب أكيد أكيد. يعني في واحد هونيك بالخلدية شفاله عيني، ما في عينين، طالع درب رصاص فيهم، بس أهله ما حبوا يعملوا تيمونياج، ما عرفت ليه. طيب هذا متى رح يبلش عارض؟ يمكن بعد العيد، هو كان من المفروض ينزل بالعيد بس على تيلي لوميير. على تيلي لوميير أكيد. بدك تحددي وقت؟ عرفت أي وقت؟ لا لا بعد لا. ما غير ما يوصلوا يعملوا الفيزيوناج، بتعرفي سيستم التلفزيون توصل لدائرة البرامج، هن بيحددوا بتلفون بهالوقت بننزل. رح يكون في ترنيمة ورح يكون في شريط حياة، رح في ترنيمة ترنيمة وشقفي عن حياته متسلسل. يعني بتقولي كمسلسل بس محكي. مع مين؟ بصوتك؟ اكيد بصوتك، بس انه ما فويس اوفر، انا بحط فويس اوفر وبنحط المشاهد. في محطات يمكن هلا تعرفت عليها جديد على بحياه مارشال؟ كثير كثير. انا الخليديه ما بعرف هالقد، ما بعرف هالقد، يعني طالعه على اساس بدي اعمل حلقه، سجلت 3 حلقات لانه في حكي، في يعني القرايب اللي حد منك. قصه المغاره، المغاره مارشال بالمطرح ما كان يصلي، ما حدا بيعرف قصتها. شو قصتها؟ المي بيجي حدا من قرايب شربل بينكزوا بالعصا شربل، بيقول له قوم افتح لي المغارة. فكر حلم، قلب من مال لما رجع نكزه، قال له عم بقول لك قوم روح دور افتح لي المغارة اعملها مزار. قام هيدا لم قرايبه قال له بدنا نعمل، راحوا فتشوا لقوا بس فيها العشب، لما انكشفوها بقيت مثل ما هي بعد الصورة وباقي لحد هلأ عمروا كرمال الزوار وما كان في مي، يعني زبطوا لحتى الواحد إذا طالع بالشتى يتخبى من الشتى. وكانت بنته بيبقى كفرة، عم نحكي بيبقى كفرة أكيد. وكانت بنته لهيدا الشخص، وهي أختها لسور ليلى زعرور برهبات الصليب، وسور ليلى هي اللي خبرتني أن تكون مصداقية الحقيقة. أختها كان عندها سرطان بمصرينة، أخذوه على الأوبيتال، بس شق الحكيم الطبق كيف ما كان، قال له خدها تموت بالبيت، قال له أخذها لعند حكيم أشطر منك. بيخدم ودغري على القبر شربل القديم، بيقول له يا ابن عمي جايب لك بديعة بدك تشفيها. هلأ بعد شي 3/4 ساعة بلشت بديعة بالصريخ، دخلكم تصرخ إنه صريخ موت إذا بديك. ما في 3/4 ساعة وقف، قلت لهم بدي اكل. ديري اجى القديس شربل عمل له العمليه وتيقول له ميرسي، بقي جمعه ينام هو وبنته على القبر. نزل لعند الحكيم، قال له وقفي ورا الباب من بيت منايمني الحكيم. قال له شو بدي اقول لك؟ بدي عزيك. قال له ما قلت لك اخذها لعند حكيم اشطر منك، بديعه تعي. الحكيم يعني ركع بالارض، قال له امنت. طب ليه هالقد منلاقي في كيف بدي اقول لك تواصل مباشر يعني مع مارشال؟ ما بعرف، ما هو حكايه الله، خدي اسمه بتلاقي حكايه الله. بعدين في شغله كثير حاضر بحياتنا وبالاعجيب تبعه، يعني كثير كثيره غير بكثير من غير قديسين. صحيح ليكي، كان شربل إذا بترجعي لطفولته يعني للأشياء اللي كتبتها عنه، مرة بعتوه من بقع كفرة على مشمش لحتى يعمل جناز. أولا ما كان يدقر مصاري، والمصاري مش قلوا يقلون اللي معه يقلوا أعطيهم للرئيس، لا لا أعطيهم للرئيس، هو ما يدقر يقلوا. أنا كان وحده بوقتها راجع ضيع الطريق، قالوا له ما لقيت حدا بالطريق تسأله؟ قال له نبلا، بس أنا ما حبيت أحكي مع حدا. إجا مأخر على الدير، ما كان يتطلع بحدا، هالشخص كان قلبه موصول مع قلب الله. إذا بدك بيقولوا صامت، لا ما كان صامت، كان الحديث داير بينه وبين السماء على طول. يعني وقت اللي صارت الزاعقة وهو راكع قدام الأربان، ما شاف وما شاف وما أشع، لأنه ما كان بالأرض، كان قلبه بالسماء. من هون يسوع بيقول اعطيني قلبك يا انسان، متى ما قلبك مع الله جسمك ملكه. اوكي طيب ما كنا عم نحكي انه قديش دور الاهل والعيلة مهم كثير. يعني امه وبيه لمار شربل كان عندهم بشكل يومي وقفه صلاه وقداس ومسبحه. صحيح. يعني مشان هيك
وكثير اشياء ثانيه، بس انه العيله عيالنا القديمه، عيالنا القديمه كانوا بكل بيت في رف عليه سوره العذراء ويصلوا المسبحه والإنجيل. والطلبه والانجيل كانوا هيدي قرنه الصلاه، كوان دو بريير، كان كل بيت في كوان دو بريير. بهالايام الولد بيعمل اول قربانه، بدل ما الاهل يقولوا له يفهموه اي ضيف سماوي جاي على قلبه مثل ما اجى على احشاء مريم. ما انا وقت اللي بتناول هالقربانه، لكن بس جيب سيره القربان بفيد ريقي قد بطعمه القربانه طيبه. هالقربانه اللي عم بتناولها ما هي يسوع بذاته، هو اله الكون اللي تجسد. هالكلمه الوعد، هالكلمه، وفيك تطالبي يسوع. انا مرات كثير مثلا بكون واقعه بمشكله بمصيبه، بقول له انت الكلمه تعال هون، انت وعد الله جيت على قلبي، انا بدي هيك هيك هيك، انا وين بدي اروح؟ بعتني لعند حدا اشطر منك او اقوى منك. ويسوع بينبسط فيهم هودي. انا بحكي هيك مع مرشار بالغلط؟ لا، لازم احكي هيك مع الله. ايه ايه، ليش صار طفل يسوع؟ ليه؟ حتى يكون مثلنا. يسوع قالكم الناس خافت من الله. يسوع هو الله معنا. قبل يسوع ما بنعرف اسم الله. يسوع صار طفل، قالكم البشر بتحب الطفولة. لحقوا هيرودس بده يقتله، هرب على مصر. ابن 12 سنة بيّن على أنه نابغة، قال البشر بتحب النوابغ، واقف عم بيجادل الحكمة والعلماء وبأشياء يلي هن مقضيين عمرهم هالختيارية بقريتها، هو بكلمة كان يعملون إياها. قالوا مدري من هو هيدا وشحته. قال الناس بتحب الشيء الفائق الطبيعة، عمل العجايب، شفي وعطى وشال المكرسح والأعمى، ملينة قلوبهم. قال الناس بتحب البطولة، عربش على الصليب لوحده، خاض معركة الفداء لوحده على الصليب. أنا بقول له يا بطل الصليب ارحمني، أنا الخروف لضيعك، عموجة روحك احملني، من قلبي بدي اتبعك. أنا يسوع بشوفه بطل على الصليب، في أروع منها. في مرفرام عنده شغلة، وقت اللي ببستان الزيتون يسوع بيقول تركوا الشيطان، يعني إجا جربوا تركوا إلى حين. إلى حين لأيمتى؟ ساعة اللي تمسمر يسوع على الصليب. بيقول مرفرام السرياني، بيقول وقف الشيطان قدام يسوع قال له هلا صرخ، لا لا صرخ يسوع قد تم، نزل على الجحيم، زلزل أركان الجحيم. إجا الشيطان قال له شو بيك لوين عم بيدهر كل هالموتة من آدم لليوم؟ قال له هذا سك الغفران ممضي بدمي. نحن ما بنعرفها هيدي. أنا وقت اللي عم بتناول كل هالعظايم تبع الله، شرب الفهمة، شرب الفهمة، وعيش فشخة 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 مع يسوع. عيشت بقلبه، عيش يسوع بقلبه، بعقله، بضميره، بشرايينه إذا بديك. في شخص كان مرشار بتوسخت عبيته وبرم لحتى يغسلها، في شخص بيشوفه حاطت المسح، يعني الشوك على جسمه، ضحك عليه. بيقول من بعد ما مات شربل واخذت نفسي، ولحد هلا مواخذ نفسي. هيدي مسجله بالتقديس تبعوله، ما هن بيعملوا تقارير وما بعرف شو بالصفحات هاو كلهم عم زهرون انا بهالبرنامج عن القديس شربل. لانه القديس شربل قديس عالمي صار. اللي كان قاعد بهالمحبس محتجب يزرع العنب والتين، ما شاف حدا ولا حكي حدا ولا بيعرف حدا، وكان يقعد على الطاوله، كان يقعد على الطاوله اذا ما قال له الريس بلش بالاكل ما بياكل. مزبوط. رح نحكي اكثر عن معنى عيد الميلاد، حكينا كثير عن شربل وما بينشبع عن جد. رح نسمع يا غافي، نطلع بريك وبنرجع بنكفي حديثنا. بحنية السبيل ركعت وصليت
طيب كنا عم نحكي تحت الهواء اخر خبريه بس عن مار شربل وعن هيدا هيدا هيك السحر يلي منعيش فيه على السريع لحتى نرجع نحكي عن الميلاد. ليكي لخبريك، مره كنت عم صور دوكيومنتير عن القديس شربل، امرأت انه هذا الشامي اخذت منها تيمونياج وعطتني قطنه زيت من الصوره اللي بترشح فيها وسنديان، هي كل سنه بتجيب جزع سنديان بتزينه شجره ميلاد، ومار شربل بيمرق ببارك، واللي بياخذ سندي ورقه بيغليها وهيدا شو ما باب بيشفى. طلعنا على عناية، صورت، طلعنا على المحبسه. انا كثير بتعب يعني وقت بكون بحامل الاجنده بايدي وعم بكتب، بقول له جوني انا عم بكتب عنها وصور هون. قدام المحبسه قلت له صور، خذ امبيونس نتف صغيره. وفت قعدت قدام القربان، ما سجدت، قعدت وهيك ما تعنيت، يا رب بقدم لك تعبي. بيجي صوت داخلي بيقول لي مثل ما من اللي معك اعطيها الشخص اللي فايت. صرخت على صوت، قلت له عم تمزح يا يسوع. قلت انا يمكن انزعج لانه ما سجدت، قمت سجدت قدام القربان، رجع الصوت قال لي قلت لك قومي اعطيه من اللي معك للشخص. رجعت قعدت اطلعت هيك لقيت شخص جاي بال 75. قلت له يا عم، يعني عملت مثل يونان غصب عني. قلت له يا عم قرب شوي، قلت له ما بعرف شو بك، بس انا كنت عنده هذا الشامي ومعي قطنه زيت من مار شربل وسنديان بقدم له. وصرخ الزلمه وفتح ايديه، مبارك زيارتك. قال لي عرفتي شو بني انا؟ قلت له لا انا بدي اعرف. قال لي انا عامل عمليه قلب مفتوح وعندي بنت مفلوجه بالبيت. قلت له ان شاء الله بتجي بتعمل تيمونياج وبتقول في خوطه بالمحبسه، عملت معي القصه هيك هيك هيك، وما عدت عرفت شو صار. ما عرفتي؟ لا ما عدت عرفت شو صار. اكيد شفي وبنته شفيت، يعني لانه ربنا طالب تعطيه. يعني شفتي كيف انه هالقد شرب القريب من الناس؟ طيب غلط هالقد؟ لا لا. يعني لا غلط هالقد نحن نتشفع لمار شربل؟ ابدا مش للقربان. طيب ليكي لو ما بده ربنا تتشفع لمار شربل ما بيعمل هالعجائب على ايديه، ما بيستجب له. يعني شربل بيقول له بمجرد ما يقول له مثلا ما يبدها ما بيقدر يقول له لا ربنا، لانه ما قال له لا مار شربل بحياته. طيب نسمع شو بدنا نسمع؟ لا ما رح نسمع، منكفي حديثنا. طيب مش بالصدفه مربوطه قصه شربل والميلاد؟ لا ايه اكيد مش بالصدفة. قال لي اكيد يعني ربنا عارف هيدا الانسان طريقه لوين. صحيح، وبالميلاد يعني بالميلاد مش هيني. بعدين مار شربل ما تنسي انه كمان مثل ما يسوع وجهه انطبع على المنديل وجسمه على الكفن، مار شربل زيت كمان بيبقى كفرة فوق بتشوفيها بكل وضوح. ايه يعني خلينا كمان نحكي، حكينا كثير عن مار شربل وبعد الحديث بيطول اكثر، وعلى كل حال 100 حلقه راح لحتى شوي نحكي عن الميلاد. على كل حال مربوطين كثير ببعض. خلينا كمان نحكي شوي عن الوقفه اليوميه يلي بتقدميها. وقفه عباده هلا 8 الى ربع المفروض تكون عم تقطع التليفون. المفروض ما بعرف اذا اليوم عندهم قداس او شيء بتروح، يعني مني اكيده. شو كانت اليوم الوقفه؟ ما بعرف، انا بسجل ست مسجله 170 حلقه منهم، بعطيهم هن وهن بنقوا. بس هلا هالفتره عم تمرق شغلات ميلاديه. يعني قصيده ميلاديه. بس خلينا نفسر انه انت وقفه عباده هي من الانجيل لها علاقه بمحطه قصيده مسيحيه بس بتعبري فيها بقصيده. بقصيده اكيد وقفه عباده. يعني يا ريت جبت معي الدفتر هودي لانه مش حافظتهم على الغايب. يعني مثلا اعطيكي مثل من هون، الليل راكع فوق الثلج والدنيا عم تهر دموع وعذرا انقى منها الثلج فتح عديها يسوع وطلت نجمه سكراني تمجد الله بالتسبيح عليها عنقود غناني يعصر حاله للمسيح وركضوا الرعيان من بعيد بقلبهم عم بتدق جراس وزهر بالوديان العيد وصار الحب متل الناس يرنم مع صوت الملاك
طفل صغير بسر كبير خلص كون من الهلاك. هللويا غنوا يا كل الأفلاك، يسوع يسوع يسوع. يا يسوع الحلم المجد، جيت لعندك بذنوبي، لا عندي مال ولا ورد، منك حقق مطلوبي. يسوع يسوع يا يسوع، ضوي لك كل شموعي، اكتبني همسي بوجودك، ضويني بعرشك أنديل، قلبي تعلق بوعودك، لا تخليني لغيرك ميل. يسوع يسوع يا يسوع، حبك لقلبي دليل، وما زالك أنت الملك، خالق أرض وسما ونور، علمني أبقى إلك، خلي فكارك في الدور. إلك يا طفل الميلاد، ليك الأرض اللي صارت بور، ردلا فرحة العياد، وكون المجد وسر النور. يسوع يسوع يا يسوع، بقدم لك حبي بخور. هيدي أخذت الجايزة كلماتها بالال بي سي على 74 شاعر بدون ما يكونوا حاطين السنة 1998. مبروك، تستاهل، كثير حلوة. ماي، خلص الوقت للأسف. حكينا عن شربل وارتباطه بيسوع وعلاقته مع الله والسماء والإنجيل. نعم. وما بعتقد يسوع رح بيكون زعلان لما نحكي عن شخص أكيد. هو هالقد حبه وشربل. نعم. كمان حب. نعم. هالقد. نعم. يسوع، نحن بنتمنى لك عيد مبارك، وأنا كمان حقق فيها رب لكل المشاهدين فرح وسعادة وراحة بال. أمين. وإلكم كمان يا رب. مرسي، نعد عليك وعلى الجميع. أهلا وسهلا فيك. نحن بختام الحلقة بدنا نجدد معايدتنا لكل العالم، نتمنى هالعيد يحمل معه خير وبركة، سلام للبنان ولكل المنطقة والدنيا كلها. ينعاد عليكم ولد المسيح. هللويا. نحن رح نختم مع ليلة عيد فيروز. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيدي وناس جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكره الحب جديد. عم يتلاقوا الاصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار، ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد،